لدى استقبال سموه لوزيري البترول السعودي والمصري، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الدول العربية تواجه تحديان، الأول اقتصادي بسبب أسعار النفط العالمية، والثاني أمني بسبب الإرهاب. وهذه التحديات تفرض علينا أن نكون متحدين في المواقف سياسيا واقتصاديا وأمنيا، فالتحديات تطال الجميع ولا أحد في المنطقة بمنأى عنها، داعيا سموه للتعاون الاستراتيجي لحماية اقتصاديات الدول العربية وأن تكون الطاقة إحدى محاور هذه الاستراتيجية. وقال سموه أن تحدي الإرهاب وتراجع أسعار النفط يجب ألا يؤثر في جهود الدول الخليجية والعربية للحفاظ على ما حققته من أشواط متقدمة على صعيد التنمية المستدامة، بل يجب أن تتسارع الخطى لتحقيق كل ما نرجوه لشعوبنا من نهضة وازدهار. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، اللذين يزوران مملكة البحرين حاليا للمشاركة في منتدى أبي كورب للطاقة الذي تستضيفه المملكة حاليا، وعددا من كبار المشاركين في المنتدى. وأكد سموه خلال اللقاء ضرورة تنمية التعاون بين الدول العربية والخليجية في قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات النفطية، بما يدعم خطط هذه الدول على صعيد التنمية المستدامة ويعزز من قدرتها على التعامل مع التقلبات الحادة والتراجع في أسعار النفط. ونوه سموه إلى أن استضافة مملكة البحرين لأعمال منتدى أبي كورب للطاقة يعزز مكانتها كمركز هام في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات في ظل ما تمتلكه البحرين من بنية تحتية متطورة ومناخ استثماري يتميز بالحرية والانفتاح. من جانبهما أعرب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه منتدى أبي كورب للطاقة، والتي تشكل مصدر قوة وتحفيز لجميع المشاركين من أجل الوصول إلى رؤية مستقبلية تسهم في تطوير سياسات الطاقة عالميا، مشيدين بما يحظى به سموه من نظرة حكيمة لطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي وما يبديه سموه من حرص على تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الطاقة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.